الرب السامع شو ما أدى كأنه عم بيصلي. صقلت صوتة فيروز من خلال النشاط اللي قامت فيه. صوتة بيشدنا للسماء بينسينا الواقع، هو من التراث العالمي. خلونا ندخل أكثر ونتعمق بعلم الصوت وصوت فيروز مع ضيفتنا السيدة سامية ساندري الحائزة على دكتوراه دولي بعلم الصوت، أو فينا نقول هي اللي اخترعت علم الصوت. أهلا وسهلا فيكي بصوت لبنان. أهلا ميرسي. ست سامية ساندري، كيف بتقيمي صوت غير العادي اللي هو صوت فيروز؟ أول كل شيء لازم نحط فيروز على بمقام شخص ما فينا نفهمه. ليش؟ لأنه هالإنسان إنسانة كونية، منا إنسانة عادية. وإذا بدنا نجي نفهمها كما بقولوا نشرحها رح نضيع. بقى أحسن ناخد لها هالكونية، نقبله ونقول عنا على إنه شخص منه عادي، ونقبلها كشخص منه عادي، ونكون مبسوطين إنه نسمع صوتها، لأنه ما فينا نفسر لها صوتها كإنسان عادي. صوتها جاي من قرارة أرض لبنان، صوتها بيحكي عن حقيقة لبنان. لبنان سراب، لبنان ما له كونية عادية مثل كل البلدان، وهي مثل لبنان. هيك صوت فيروز. هيك صوت فيروز. فإذن فيروز لبنان ولبنان فيروز. تتفق. جزء لا يتجزأ أبدا. يعني هيك فينا نفلسف صوت فيروز. يعني إذا بدنا نفلسف صوت فيروز، فينا نقول إنه هي بالعلالة، ووقت بتغني ما منعود فينا نحطها بطاقات صوتية من أي مثل أي إنسان كان أو أي مغني كان. نعم. ست سامية ساندري، خلينا نرجع للذكريات نحن وياكي. كيف تعرفتي على فيروز؟ حضرتك منعرف كنت تغني قبل ما تبلش فيروز تغني. إيه مزبوط، كنت صغيرة، كان عمري شي 14، من زمان يعني هيدا الشي. كنت أقوله شي نص قرن وأكتر، بس ما مبين عليك. لا دقينا على الخشب. مرسي. كنت حب كتير الغنى، وكان بيتنا بشارع السادات على مفرق، وعادة بالزمانات كانوا البيوت ما يسكروا شبابيك، دلني غني وتقوم لعلع صوتي على الطرقات. في مدام ليلات بتذكر كان اسمها، تحب كتير الفن، حد بيتنا حبت هي انه تجمع وقتها، كانوا بعدهم باولتهم كانوا يعني تلميذ توفيق الباشا وزكي نصيف وعاصي ومنصور. منصور كان بوليس، كنت دائما عيط له يا بوليس، اجى البوليس راح البوليس. ايه كنت تدلعيه يعني بهال، كنت صغيره ما كنت اعرف اهميه الشغله واخذها بالهينه القضيه. إيه كنا نتجمع ونعمل موسيقى، وبتذكر هيك في عندي شيء ورد براسي انه عملوا اوبريت وقتها اسمها سيدات الغدير، عطيناها بالدنيا، سينما دنيا. ايوه، وهيدا اول عمل وقت عملناه، وانا بعدين كملت بطريق الاوبرا. وبعتقد يمكن عاصي تعرف على فيروز وقت كانت بالكورس تبع الاذاعه، بعتقد، ما بعرف اذا كان هيدا المزبوط. يعني تعرفتي على فيروز من خلال هاللقاء؟ لا، عندها السيدة. لا لا لا، انا فيروز ما كنت اعرفها ابدا. تعرفت على فيروز بدك تقولي سنة 81، في شخص مرموق كان صاحبي معنا اتنيناتنا، عرفني عليها. فاذا تعرفتي على اخوان رحباني بالاول، وبعدين تعرفتي على فيروز. فيروز طبعا من بعد ما تعرفتي عليها يمكن في حادثة هي عرفتك على فيروز. حادثة اختفاء صوتها، يعني ب 82، قبل 82 اختفى صوت فيروز، رجع لها بسنة 82، وحضرتك اللي رجعتي لها صوتها. هلا سنة 82 انا كنت اخدي دكتوره، اول ما اخدي الدكتوره من باريس وجيت لهون، وبلشوا جرايد يحكوا عن الثيرابي فوكال وقصتها. بده يكون وصل للخبر لفيروز
رادت انه تتعرف علي بطريقه هالشخص. وصار اخت وعطى بيناتنا، وما في شك انه حكينا عن الصوت، وطلبت مني اذا كان بقدر انه ساعدها حتى يرجع صوتها لمكان، لانه بعتقد كانت مرأة بمأزق قوي كتير، كان وقت حرب، وحرب سنة 81-82 كان في حرب. وبذات الوقت كانت يمكن حابة انه ترجع شوي وشوي للفن حتى بايام الحرب. هيك تعرفت عليها. كيف رجعتي لصوتها؟ بدك تقولي انه شوفي فيروز الشخص، أنا بقول مثل أي امرأة خلاقة، خصوصا كونية مثل ما هي، الحياة على الأرض صعبة كتير عليها. نعم. معناته أنه كامرأة أولا وبعدين كأم، المرأة الخلاقة في بطبيعتها متناقضات قوية كتير، لدرجة أنه يعني بكون حياتها تعاسة. وبعتقد انه هالشخص اللي هي فيروز، بعتقد انه وصلت لاكبر تعاسة اي امرأة فيها توصلها، لانه هلا منقول صوت فيروز الملائكي، يا ترى منقول صوت مغني اخر او مغني اخر ملائكي مثلا مثل اغنى اكبر مغنيين عنا، يا ترى منقول عنهم صوت ملائكي؟ لا، معناته انه الامرأة تجي على هالدنيا صحيح حتى تجيب اولاد ويكون عندها عائلة، تخلق اولاد، هيدا الاهم. بس بذات الوقت الامرأة الخلاقة فنيا، خصوصا مثل فيروز هالصوت الملائكي، كتير كتير بكون عليها صعب انه تعيش بذات الوقت على هالارض كانسان عادي. وجابت ولاد هي، وبعتقد كمان مثل اي امرأة اي ام كان عندها تعاسة كمان. وبذات الوقت الناس ما بيقدروا يتفهموا انه امرأة خلاقة مثل من هالجنس في عندها طلب انه تكون لحالة، لانه ما بتتجاوب مع الناس والناس ما بتقدر تفهمها. اصفنا فيها بحاور، اصفنا فيك، نهر من الصدق فيروز بيجري بينك وبينها لما بتبلش بالكلام الصحفي والروائي ما يمنسى. فيروز، ماذا نقول عن فيروز ما لم نقله بعد عن صوتها وعنها؟ على مدى سنوات مهرجانات بعلبك 20 كانت فيروز الحدث المنتظر، وليالي بعلبك المقبرة كانت ذلك الظهور العجيب على قمم أعمدة بعلبك، والصوت المنساب بين حقول البقاع مصليا لبنان يا أخضر حلو، فتقشعر الحقول ونحن معها. فيروز على مدى 20 كانت الوحي لكتاباتنا، لعواطفنا الوطنية والإنسانية، كانت فتاة السحر، الفتاة المرصودة لخلاص الإنسان بإكسير الحقيقة والتفاني، وكانت فتاة الحب المكسور، كانت الصلاة والأرض والحكمة والحب. عاصي العبقري أدرك طاقات فيروز، وما لهذا الصوت العجيب من أصداء ترحل أبعد من الأغنية لتكون مع الكلمة واللحن صوت الثورة، صوت التضحية من أجل الوطن، صوت الغربة، ملحمة للحقيقة، ملحمة لله. الرحابنة استخرجا من هذه السيدة الواحدة الوحيدة عدة نساء لعدة مهمات، حتى أضحت فيروز الرمز الجلي الذي نلمسه باحترام وإجلال. ورحل عاصي عن هذا العالم الذي أغناه بالفن والموسيقى وغسله من المكائد والغبار، فركنت فيروز في صومعة الصمت وفية للعبقري الذي جعل من صوتها منحوتة خالدة، ولم تسوق صوتها ولم تتلهف للعروض الكثيرة المغرية التي بدأت تهطل عليها، بل بقيت محتفظة بصوتها تميمة من عود عاصي وحرزا من عبقريته. سيدة الحزن هي، نهتف اسمها
فيصفع إيمان ويطوي قنديل وينفف ثلج وينكسر مستبد. نهتف اسمها فيعم حنين كئيب بين ضلوعنا. مجموعة نساء في واحدة فصلهن عاصم من ألياف هذه السيدة المكتنزة بالنعمة. ملكة كانت وقائدة ومقاومة وقروية وعاشقة. نسر محلق حين الموضوع وطن وغربة، وعصفور جريح حين الحب هجران وفراق وانتظار. أسطورة هي فيروز من عدة أوتار، حملت الأغنية على كتفيها في حنايا صدرها، فهزت مشاعرنا وجرفت من صدورنا دموعا وآهات نشتاقها اشتياقنا إلى الأصالة والطرب الصحيح. مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي، عغفلي بيوصل من قلب الضوء من خلف الغي. ما حدا بيعرف اللي جاي كيف يبقى جاي. إيماني ساطع يا بحر الليل، إيماني الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني ولا بيتعب إيماني. أنت اللي ما بتنساني. إيماني ساطع يا بحر الليل، من خلف العواصف جاي ربيع. أنا إيماني الفرح الوسيع، من خلف العواصف جاي ربيع. إذا كبرت أحزاني نسيني العمر الثاني. أنت اللي ما بتنسى. الست سامية سندري، سمعتي شو قالت الصحفية والروائية ميمنة عن صوت فيروز، وسمعتي غنية فيروز والموسيقى، موسيقى الغنية، شو ذكروكي؟ ذكروني وحسسوني أكثر إنه المغني بيعاني كتير وصوته أكبر عدو له. يعني الإنسان اللي هلأ قديش ما عم بسمع كلام حلو عن فيروز، بس يمكن ما في حدا بيعرف قديش ما هي عم بتقاسي بحياتها. ليش؟ لأنه وقت اللي كانت عم بتغنيهم هادي كانت محلقة بالسماء وكان السماء عم يحكي مش هي، بس هلأ رجعت إنسان عادي. يعني تركها، يعني عيشها إشياء، قدرت هي تعيش هالحياة العالية اللي الإنسان ما بيقدر يحط حياة السماء يحطه على الأرض. هي عشته، بس هلأ بالوقت الحاضر عم بتعاني كتير أكيد. وما بعرف إذا كان اللبنانية بحسوا فيها هيدا، حسوا كتير بصوت فيروز اللبنانية وبعدهم عم بحسوا. عاصي إنسان عظيم كتير وحساس، يعني الكلام عنه ما بقدر عدد صفاته لأنه
إنسان عظيم. بس الكلمة اللي بتغني بترجع مجد بعلبك، بتزهر بتعمر وبتعلي الأعمار، الغنية بتخلي الحجار منا حجار. بعلبك أنا شمع على الدراج، ورد على الثياب، أنا نقطة زيت بسراجك. بعلبك يا قصة عز عليالي، بالبال حليالي، يا معمرة بقلوب وغنالي. هون نحنا هون لوين بدنا نروح يا قلبي يا مشبع بحجارة بعلبك، عالدهر عالسنين العمر. هون نحنا هون وضو القمر مشلوح، عأهلنا الحلوين عبيوت غرقانين، بالعصر بغمار الزهر. هون رح نبقى نسعد ونشقى، هون رح نبقى نسعد ونشقى، نزرع الشجرة وحدى الغنية، وللدني نحكي حكاية إلهية، وبعلبك بهالدهر مضوية عاسم هالسهرة. مسمي ممكن كان كل واحد بطريقة وكنا تلاقينا. ما أنا بؤمن في إشياء بالدنيا، في إشياء مكتوبة وإشياء يمكن هيك لازم يصير. لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدوء، ورحت أحضنها في الخافق التعب. أيدي تلوح من غيب وتغمرني بالدفء، والضوء بالأقمار بالشهب، ما للعصافير تدنو ثم تسألني. أهملت شعرك راحت عقدة القصب، رفوفها بريق في تلفتها، تثير بي نحوها بعضا من العتب. فيروز زرعت فرح بقلوب الصغار الشباب والكبار، غنوا أغانيها، لعبوا أدوار مسرحياتها على مسارحهم، وعاصي الصغير ابن زياد لعب دور بمسرحية المحطة، وكمان لعب دور جد عاصي بتوجيه الممثلين. معلمة الغناء هيفا الحلو أسمر: بالنسبة لمدرسة سيدة الجمهور عم نبلش بتعليم أغاني فيروز من الصفوف الصغيرة مع الأستاذ كمال مكزل، ومنكمل بالصفوف الأكبر معي بأغاني ومسرحيات. من سنتين بلشت حضر مسرحيات قديمة
أولا كانت الميس الريب يلي كانت بالفعل خبرة كثير حلوة ومهمة لألي وللتلاميذ. قد ما حبوا الفكرة وكانوا محمسين أدوا أدوارهم بإخلاص وبحماس. كان عددهم 120، كل واحد منهم حس إنه دوره مهم. كان في تشجيع من الأب الرئيس سليم دكاش ومن المدراء والأساتذة، بشكل إنه تاني سنة كمان حضرنا مسرحية المحطة. كان صار عنا خبرة أكثر والتلاميذ من بعد ما شافوا رفقاتهم أدوها كمان بدور كتير منيح. الأهل كتير تفاجأوا وقت اللي شافوا أولادهم عم تمسكوا بهالشكل الحلو وعم برددوا دايما أغاني فيروز بالبيت عندهم. فيروز زرعت الفرح بقلوب الأولاد والشباب والكبار. بذكر مسرحية المحطة كان مشارك معنا عاصر رحبان الصغير ابنه لزياد، وما حب ياخد دور رئيسي، أخذ دور كتير بسيط وكان يعطينا ملاحظات كتير بمحلة وكان وقفته مميزة على المسرح. منلاحظ انه الصلاة فكرة مسيطرة بكل أغنية، كانت من عاطفية أو وطنية وغيرها. اذكر مثل ساعدني يا نبع يا نبيع عاسمك غنيت واعطيني نايا وغني، والغنية اللي غنتها لريما يلا تنام ريما يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم. واذا بدنا نعدهم كلهم في ألوف من الأغاني لفيروز كلها صلاة. فيروز بتغني بصدق بإحساس وسبب يلي بيجذب المستمع للاشتراك معها بالأغاني. كل واحد بغني أي غنية لفيروز وبأي وقت أو مناسبة بيكون عم بيصلي وبذقت وقت عم ينطري. بتمنى انه كل المدارس يلي بعد ما بلشت تعلم اغاني فيروز بلشت تعلمها، لانه فيروز تاريخ مهم. متمنى لفيروز الصحة والنشاط والعطاء الدائم. يا وردي تعرفي ما في محطة لايش لايش عذبت الناس. يا وردي بس المحطة صارت واللي ناطر رح يوصل عبيته ما يبقى ناطر. وبتعرفي بها السهل ما في تران ما في إلا مسيان. بعرف على إنه جاي طالع من برق حكاي ممحي بهدير الدخان. ومرت سكنتها النار وصارت على الزعب والطغار. إذا كانوا رجال قدرهم الغربي أنا شو ذنبي شو ذنبي. هلا بدك رجعي عبيتك رجعي لسو ارجع أنا بيتي معي بيتي معي. ذهب الزمان ايام الحب عش بيقبل بالشمس غنيه بتهرب من وجه الشمس. جاي والطريق قدام الباب احلامي وسهري قدام الباب. بتصير الدنيا تركض تركض والحجر والشجر يركض يركض. اذا من سافر الدنيا بتوقف حجر بيوقف شجر بيوقف. من شباك التران كل شي بيمشي بيمشي بيمشي. هل بنسبقه مثل واقف مطرحه ميلتهم من بعد عنهم. عم بسمع الهدير رح تعديني هدير بعيد مسافر انا ما بدي. يا عيون الأحبة نسيني يا صورهن لا تبكيني. تركيني تركيني يا وسع الطرقات يا وسع الطرقات محيني يا وسع الطرقات محيني. يا أنا اللي أنت ويا أنت اللي أنا شو بنا ما منتلاقى شو بنا شو بنا. نتحاجة منتحاجة وما منتلاقى يمكن رح نتفارق وهرج النار. أرضي
اللي بالغربي صلة الوصل بينه وبين بلده صوت فيروز، هدية المغتربين، كاسيتات أغاني فيروز، كاسيتات فيروز بحقائب السفر بالبال وبقلوب كل الناس. الإقبال على اقتناء أغاني فيروز مع عبد الله شاهين. بسرني أنه أقدم اليوم لمحة عن علاقة هالشركة بالسيدة فيروز، نيابة عن والدي وشريكي جوزيف شاهين اللي هو أسس الشركة التجارية وأيضا شركة الإنتاج اللي حملت علامة صوت الشرق. جوزيف شاهين باشر علاقته الشخصية والعملية مع فيروز من البداية، أي من نص قرن تقريبا. فيروز أو بالأحرى ثالوث الرحباني مع عاصي ومنصور مثل ما كانوا يقولوا عند الانطلاق، كانت غزارة إنتاجية فنية شبيهة بمعمل نحل مستمر وبنوعية دائما متفوقة، قدرت تخلق مدرسة فنية ولون فريد للغنية اللبنانية مختلف كليا عن الانتاجات الباقية بلبنان أو بالبلاد العربية. صوت الشرق لعبت دور الذاكرة الفنية اللي رسخت هالأعمال والأغاني بأذهان العالم من خلال الأسطوانات والأشرطة الكاسات والسي دي تباعا على مدى 50 سنة ولأجيال مختلفة. تعرف جوزيف شاهين على فيروز وعاصي ومنصور الرحباني سنة 1954، وكان هيدا بداية مشوار طويل بلش بمغامرة ورهان تجاري، لأنه نوجد غنية طولة 3 دقايق بدها تتحدى أغاني ما بقل طولة عن الساعة مثل أغاني السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب بأمة زمنهم الذهبي. وما اكتفت شركة صوت الشرق بإصدار الأغاني المنفردة، بس شمل إنتاجها الأعمال المسرحية الكاملة بمجمل الحوارات والسكتشات، وزيادة عن هيك أغاني الأفلام السينمائية اللي قامت ببطولتها السيدة فيروز. ففيروز على صوت الشرق ما كانت بس فيروز، كانت كمان عطر الليل وغربي ووردي وقرنفل ولولو زيون وهلا وزنوبيا وشاكيلا ملكة بيترا. وقدروا الناس يتعرفوا على هالشخصيات ويحبوها ويتفاعلوا معها من خلال التسجيلات المطبوعة بواسطة أهم وأعلى التقنيات بمعامل أوروبية مشهورة. صوت الشرق واكبت مسيرة فيروز حتى خارج النطاق الرحباني مع كبار الملحنين اللبنانيين والعرب مثل عبد الوهاب، فيلمو وهبي، زكي نصيف، الياس رحباني، اخيرا وليس اخرا نجلة زياد رحباني اللي اعاد توزيع وتسجيل باقة من اجمل اغاني الاخوين رحباني وقدمها كتحية الى المرحوم عاصي. وهذا العمل لفيروز تحت عنوان الى عاصي نال نجاح كبير بلبنان والعالم، ولو كان في عنا مقياس محلي للالبومات الذهبية كان هالعمل حصل على أسطوانة بلاتينية. ويمكن مش بس هالعمل لبل جميع الأعمال الفيروزية. بحب أختم بالقول أنه شهرة فيروز خارج لبنان مستمرة بقوة، ومن أحد أسباب شهرتها توفر أعمالها المطبوعة والمنشورة على كاسات وسي دي صوت الشرق بجميع أنحاء العالم بواسطة وكلاء معتمدين لهالشركة بالبلاد العربية والأوروبية والأمريكية وحتى بأستراليا واليابان. لغاية اليوم في 49 ألبوم سي دي لصوت الشرق من السيدة فيروز موجودة بالأسواق، من بين 15 مسرحية غنائية. شالك ربك بالحار عالناس مشال هيدا لحلح طيار، هيدا شال شالك ربك بالحار عالناس مشال هيدا لحلح طيار، هيدا شال شالك ذكرنا بعمر اللعب اللي كان ولاد وعتاف الغم راهو خضار، ذكرنا بعمر اللعب اللي كان ولاد وعتاف الغم راهو خضار. يا قوم قياس الصوت روحات الطبيعه الجاي يروح جرب الخمر يا سكار سكار، شالك ربك بالحار عالناس مشال
سالك سكرنا بعطف الورد بزياده نورات وراحه زرعوا بدراسه سكرنا بعطف الورد بزياده نورات وراحه زرعوا بدراسه بحياتك جنس بعطف من الزان وحجر عدم مثل وغلط ما فينا الله عم بيشوح ويلم ويزرع أزرار ذكرنا بعمر اللعب اللي كان بحب قديمي وبيفرح فيه قدي لانه هو انا وهو طريقي المكملي وجديدي اليوم بكره رح يسكن مع قديمي وصير محطات على الطريق وما تركت قديمي انا ما انا ماشيه فيه كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان غير شكل الليمون كان غير شكل اليانسون وكاين انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا مش سامع غنية صراحوا كان أوسع هالصالون كان أشرح هالبلكون وطبعا انت يا حبيبي حبك كان هد الكون كان أوسع هالصالون كان أشرح هالبلكون حبيبي حبك كان قد الكون شو كان اهدى الكاميون طالع دغري وموزون وحتى عيونك يا حبيبي كان عندك غير عيون يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا مش سامع غني صراحوا غير شكل الزيتون تفرق وتصير تنون كان يبقى الحب شنون كان مش كل انسان تفرق وتصير تنون كاين رق وحنون او مايل عالغصون واذا هلا حبك غير ريتو عمره ما يكون ريتو عمره ما يكون ريتو عمره ما يكون ريتو عمره ما يكون وهلأ منغلق السجل الذهبي. الإخراج لجورج الحلو، هندسة الصوت والتنفيذ لسيمون مصور، الإعداد والتقديم لنوال ليشا عبود، وبالنهاية نسمع جورج مصروحة. صارفين نقول مثل ما نقول الحرف والشراع والأرجوين، فينا نقول الفن الرحباني، يعني أصبحوا مع فنهم وعطاءاتهم الوطنية المهمة من التراث اللبناني العريق. ما جاي هالأهمية لفن الرحابنة؟ هو لأنه تخطى تخوم ما بنسميه نحن كيف أو تسلية أو طرب. هالفن صار فيه توجيه، صار فيه إرشاد، صار فيه روح لبنانية بتعيدنا إلى أصالتنا، لأنه الجماعة رجعوا لأصالة لبنان لجوهره واستمدوا منه هالفن يلي عم بيعطوه. وكلنا عم نشوف
انه في ايام التفرقة هني بوحد القلوب، في ايام التشرذم هني بيجعلونا كتلة واحدة متضامنة. يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير، خبر هون عاللي صاير بلك بيوع الضمير. يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير، خبر هون عاللي صاير بلك بيوع الضمير. خبر هون عاللي